موسم الخليعة عند التونسيين والنزوح لشاطئ البحر يحلم به كل تونسي اللي يوصل يطبق على نفسه سياسة التقشف ويحرم نفسه من عديد الملذات فقط من أجل قضاء العطلة الصيفية على البحر. لكن العام هذا اتزامن موسم الخليعة مع مناسبات أخرى، منها خاصة عيد الإضحى اللي لقى فيها التونسي نفسه بين زوج خيارات: الأولى أنه يستغل مصروفه الشهري من أجل الاستمتاع بأيام من الراحة مع عائلته، والثانية أنه يتقشف ويحرم نفسه من المتعة هذه من أجل علوش العيد ومصاريفه. قولي شنية القلة هذه المزيانة؟ هي القلة بالحق علاش قلت لك تعتلها اللي هي خطرية اللي هي بها طيب في دجاجي دولي حسب ما نعرف في القلة هذية عايتلها إيجا طيب قالت الدجاج معناها حطتوه على النار تو عنده برسك ساعة قاعد يطيب. قضينا بزوز دجاجات فوحناهم حطينا كركب وفلفل أكحل وملح وحطينا كليل وزعتر وحطيتهم في وسط القلة وسكرت عليهم بالعجينة. أنا نعمل شوية فرينة وماء ونحط شوية زيت ونسكر عليها عادية ونحطهم في البحر يطيبوا حتى لين يجي الليل. جاب ربي جا البحر بلا فلوس ولا ما نعرفش اش نعملوا الوقت ذاك نمشي ونطلبوا بالحلاب لا ما عادش شارينهم العلالش كيلو فلفل مشوي شويناه وطرف خبز وانا نعملوا بالفلفل المشوي ودبوا زماء من السبالة زادة يعني ما عادش يخلط التونسي على المصاري ملاش يكون يخلط التونسي ما عاد يخلط على حتى على الماء والخبز ما عادش يخلط عليه مش على علوش لكن هاو كل بلاصة نمشي لها نلقاوها معبية شنية البلاصة دي؟ تفرهيد البحورات الوتلة بالفلوس انا بلا شي فلوس انا نتمو نجيبو سويكتنا ونجيو زادا نموت ونتغبنوا يا اختي انا نجيو البحر انا بلا فلوس تلقيتنا في البيسين ولا في الوتيل انا بحر متاع ربي جاب ربي جا الوحيد اللي بلا فلوس الاخر راهو وجه ربي في الصيف انا في الشتاء جات تلقانا محشين في الديار من المكتب للدار للدار للمكتب في البركه التونسي والتفرهيد التونسي ما يتخليش على التفرهيد رغم عنده برشا تحديات مثلا شهريه شهر جويليه منها علوش منها والله الانسان المنظم ينجم يلقى روح يفوس اورغانيزي وكا واحد اذا كان يخلي جوست شهريه جويليه باش يتفرهد بها ما يجيش يتفرهد ريبارتير ان بو وكا شهريه جويليه مش تفرهيد داك هاو فيها علوش زيد العام ما فيهش جويليه كاو العام فيها 12 شهر وإذا كان واحد ينجم معناتها يوفر 12 شهر بدل الصيف ينجم يلقى. أما إذا كانت تقول أنت الحبال العجرة الحبال العجرة اللي جاي ماشي اللي جاي ماشي طبيعي ما تلقاش روح. هذا اللوجيك اش يقول. شكون لك الفوس أورغانيزي وكا كيما قولوا مش لازم أوبليجي تلقى الإنسان معناها في القهاء ويقول لا كان نجيبوا خير ربي من الدار والتانوش ونتفرد عبدي بدل الجو شوية بدل الجو شوية شهرية جويلية تو باش تخلط منها علوش منها كما نحكي لكش أنا قاعدة في الدار راجل ربي يفضله يقول لك حد شيء وربي الله اللي راح عليا هو اللي قايم بالواجب ما نخممش شيء اذا كنت ما خممش شيء لازمنا نتفردوا سينو تموتوا والله عزيز شحبنا نعمل بالطبيعه لازمنا نتفردوا خاطر اذا كانش نحطوا في قلوبنا شي يمكننا الجلطه جينا السكر جينا الدم لازمني نتفرهد انا باش نرجع صحتي صحتي ابجد كل شيء بصراحه صحت بدني لاباس ما يهمني لا في حتى حد. انا لو تي لا حد شيء انا معناها حتى البحر وفاميليا انا راجلي عندي يقول لي فك عليك تيش نقعد نقول له لا خواتي ماشي والفاميليا كل نتفرج يعني هكا مش بليجيش اللوتيل ونصرف هكا منين هكا فيش انا عايشين في الدار الحمد لله وكاو واكلين شاربين عايشين يا ربي لك الحمد وكاو انا مش نقول فاضل لك نمشي اللوتيل ولا مش نمشي لبلاصه اخرى وخيتي الواه ما فماش ما نخلطوش زيد. ندلع 2000 فرانك وطري في هريسه. ندلع 2000 فرانك بطي خاطري في هريسه واحنا الحمد لله ربي عايشين نحمد ربي ونشكروه. الحمد لله الرئيس وخيتي ما عطانا شيء. ترموس تي معانا وقهيوه واحنا شيخين مش بليجي باش نهزوا مليون ونصف الوتله وكل بلاصه، واحد يقول قديره وقدره فهمتش؟ والعلوش هذاك واحد تلقاه محضر له من بكري مش اللي يتصلى الله باش يحضر العلوش. كل شيء يجي بطبيعته راه كل عام نقولوا العلوش ما نشريوش ما نشريوش ما نشريوش وبعد تلقى العباد الكل معايده ربي ينزل البركه وكهو بصراحه فدينا احنا التوانسه فدينا باقي باش نبعبوا احنا في بلاصه العلاش بصراحه الحمد لله ونجموا نجيبوا العلوش لكن ماهيش عيشه عهد الزين خير يرحم والديه عهد الزين كنا عايشين والحمد لله بالحق يحيى الزين
صراحة ما شفت شيء أنا، ملي حطوا الباجي ولا غير الباجي ولا النهضة ذيك يقطع ريحتها بالموصل، وصلوا لي كلامي. الغنوش هذاك كان يطير من البلاد خير بصراحة، ماهيش عيشة بصراحة فدينا. ما كانش يسرق في الزوالف، كان يسرق في اللبس، احنا عادي كنا عايشين بالحق، ما كانش يسرق فينا. تو ما عادش، ما عادش خالطين بالحق. الحمد لله انا نجيو العرس. ساعتين ما ثلاثة نتاع الليل معناها مرتاحين، ما تو ولا شي يخوف، شي يخوف. وكثرة الحرابش والزطلة كثر، كان بكري فالك وكان معناها ما فهمتش الحقيقة. وتو اللي يوريك تو، تو ما عادش الأمان بكل بكل، ما عادش أمان وما عادش ناس. أنا كيك الحمد لله نفرغوا في قلوب، نفرغوا في قليباتنا وفهمتش الحمد لله وكاوش مش نعم. أنا في الطبيب عندي رونديفو، نقرا في التلفزة فما ذاك السيد اللي ما نعرفش شنو عمل في راس الجبل ولا شنو، قتل واحد وتسعة جرحى. نقرا في الواحد حاطين والله أنا تغلبنا معناها السيد فاق ولاباس، ليه عليه لا يقيموا وما يستناو فيه باش يقوم، تقتل واحد وتسعة جرحى وحاطينه في رعاية ويستناو فيه باش يقوم. ما فهمتش لا باش يقر لحد شيء، وحتى كان يقر يقتلوه قبل ما يقر. لا شكون في راه هو، وراه النهضة راهو، والنهضة اللي خلات البلاد فاش يلوجوا. نقول له انا قبل ما هما يحلوا له ولا يداويوا، ايش تقولوا له شكون يخرب في البلاد؟ النهضة بصراحة، النهضة نحي النهضة، النهضة لا، كل واحد يختي صندوقه في جيبه. التونسي عنده تفريد قبل كل شيء، هذاك علاش ديما تلقاه مسال وديما تلقاه في الديون. توا نحكيو مثلا على شهرية شهر جويلية، منها علوش عيد كبير، منها باش يخبي منها شوية لونتري سكولير، لكن كوميم قاعد يتفرج. بالطبيعة ديما يلقى هذيك اللي نيجم نتاع التونسة، معناتها ديما يلقى الفضاء باش يتفرج، ديما يلقى الفلوس باش يتفرج، هذيك كوميم يعمل واجباته يعني يخلص كراه يعيد يريقل كل شيء، فهمت؟ يشري حوايج أمور واضحة، فهمت؟ هذيك الحاجة اللي احنا تو مانيش فاهمينها. أنا بيدي هكاكا توا، معناتها تلقى البيدجي نتاعي مثال في الشهر نعرفه قداش، كي نجي نحسب روحي قداش صرفت نلقاه فايت، منين جا البقية ما نعرفش. ولا بالبركة وكا. والله شو نقول لك، هما فما عباد اللي في مقدورة باش تخص تخص، مع الوضع اللي سايد تو في البلاد سي تري ديفيسيل. ممكن قبل كان باش ينجم يفضل ويخلي شوية للسيف باش يفرد به روحه وعائلته كل شيء، أما تو صعيب شوية. هو ديجا لو فات معناتها احنا تو هنا سامحني ساعة ولاد بلاد ولاد نابل، لو فات واحد شي يخمم باش يمشي بلاصة أخرى تبرقة بنزرت ولا حاجة، سي ديفيسيل معناتها سما قراب خطوتين واحنا نلقاو روحنا في البحر شوية باراسور شوية، معناتها ترشيك هكا هكا تعمل تعدي الجورني بتاعك. اما باش تبرمج وتخرج صعيب، فهمت؟ شهريه تجويل ياش باش يعمل فيها التونسي، منها عيد كبير، منها اليوم برك نقرا في كومنتير على الفيسبوك قالك شهريه جويلية طاحت في بول صعيبه، معناتها عملوا لها كومباريزون بالكره، فيها معناتها تفرهيد، فيها العيد، فيها لونتري سكولير، قالك صعيب كنت ترشح شهريه تجويل. معناتها هكا تشوف اللي عنده عريس اش يعمل، تفرهيد جاء داخل عيد كبير، تخمم في لونتري سكولير بتاع الصغار. التونسي الله منه كيقسم شويه 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 شويه، كما قال نسيبي مقبلك كيف يعمل البيجي بتاعه وحساباته يلقى روحه صارف اكثر من شهريته. اما يوم فين دكونت برك تربي هي اللي نازله معنا في الشهريه هذه وكهو. اي صحيح، الصيف ديما مصروف في تونس يولي كل شيء دوبل، اما ما يسالش واحد ما دام متفرد كل شيء معناه يهون. تونس هذيك هي معايا، ما فما حدا شيء محليها مزيانه وكشي، ما مصروفها بالحق كبير ياسر. شهريه شهر جويلية للمواطفين، منها علوش عيد، منها باش يخبي منها شويه لونتري سكوليغ، ومنها تفرهيد. صحيح هاي ديما توا عندنا بريسك معناتها هذول عامين هكا ثلاثه، ولا العيد يجي مع الصيف مع رمضان مع العيد ياسر، معناتها بالحق التونسي نشوف حسب نشوف شهريتهم وكشي ظهر لي ما عادش يخلط حسب رايي انا. حسب ما قاعد نلاحظ انه التونسي حتى كان عنده برشا تحديات يستناو فيه كيما علوش العيد وكيما لونتري سكولير، لكن ما يتخلاش على تفرهيد. تلقاه مهبي تمشي لعلوش، ما يقعد حتى علوش، ما كل شيء ديما هذاك هي التونسي يعيش معناها، يخلص زوز ملايين يصرف زوز ملايين يكملهم، شهر يمكن ما يوفيش ويكملهم هكا هي.